احنا في مصر عندنا بالمرة يعني خليني اقول لك عندنا حكم نهائي غير قابل للطعن صد عليه الحاكم العسكري على حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 15 سنة. ليه بقول عبد المنعم ابو الفتوح في غزة؟ لان عبد المنعم ابو الفتوح ده مش مكانه. مش مكانه السجن. عبد المنعم ابو الفتوح مكانه هناك في رئاسة لجنة الاغاثة التابعة لاتحاد الاطباء العرب ونقابة الاطباء المصريين. عبد المنعم ابو الفتوح في الوقت اللي زي ده كنت بتلاقيه هناك على معبر رفح واخد المساعدات ومصير الاف مئات الشاحنات ورايح يمد ايد العون والمدد لاهل غزة اهلنا. ولكن النهاردة عبد المنعم ابو الفتوح بيدفع ثمن المواقف الحرة المواقف الوطنية اللي في صالح مصر وسيادة مصر ورفعة وكرامة شعب مصر والمساندة للحق العربي والحق المصري في فلسطين وفي حماية ومدد أهلنا في فلسطين. فلو أنت مستني أن عبد الفتاح السيسي يعمل حاجة ولا بتاع انسى انسى. ليه؟ لأن ده عبد الفتاح السيسي. كل حد مخلص في البلد دي في مرمى النيران. طيب بالمناسبة خليني اقول لك ان احنا امبارح انا وانتو هنا تابعنا مع بعض على الهواء خبر قصف الكيان الاسرائيلي لموقع عسكري مصري على الحدود. نتج عن القصف ده 9 اصابات كلهم جنود وضباط في الجيش المصري. بعدها الكيان الاسرائيلي اعلن ان القصف تم بالخطأ واعتذر عنه. وقلت لكم امبارح ان مصر قبلت الاعتذار. وقالت انها هتحقق في الموضوع بتاع القصف ومعلش مش مشكله دخلوا لنا ايه شويه المساعدات دي للقطاع. المفروض كانوا هيدخلوا 17 شاحنه امبارح اسرائيل رجعت شويه. المهم دخلت لنا في الاخر سمحت لنا واذنت لنا بعد التفتيش ان احنا ندخل 14 شاحنه لقطاع غزه. تمام تمام. شوف يا سيدي معايا وحاول تركز معايا في الكلمتين دول. دي مش أول مرة من يوم ما بدأت عملية طوفان الأقصى يتضرب لينا ناس على الحدود. الأسبوع اللي فات اتقصف معبر رفح 4 مرات واتصاب لنا ناس. وده مش كلامي، ده كلام الخارجية نفسها، وزير الخارجية المصري قال الكلام ده مش أنا أهو. إصابة 4 مصريين جراء قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني. مش الجانب الفلسطيني اللي قصف، هو بس مش عايز احملهم المسؤوليه بشكل مباشر يعني. يبقى اللي حصل ده تاني مره. تمام، دي تاني مره مش اول مره خلال الايام اللي فاتت. طيب المره دي اتصاب لنا 9 بقذيفه دبابه سقطت على موقع عسكري. تمام، التسعه دول مصابين اهم عشان تبقى بس معايا عشان تشوف وتعرف. هشام صبري كتب بيان مرفق الإسعاف عن حادث رفح اليوم شمال سيناء بلاغ انفجار ساعة البلاغ الساعة 44 دقيقة وصلوا ساعة الساعة 44 دقيقة وساعة الإخلاء جاري. اللي حصل انفجار مكان البلاغ برج 3 على الحدود رفح. السيارات 13 سيارة نموذج. المصابين 9 من القوات المسلحة. الوفيات لا يوجد. الإخلاء مستشفى العريش العسكري. كل المصابين راحوا على مستشفى العريش العسكري. طيب هما مين؟ واحد عريف محمود عيد أحمد 23 سنة مصاب بشظايا متفرقة بالجسم. 2 قاسم محمدي قاسم 22 سنة من القاهرة عنده بتر بالذراع الأيمن وشظايا متفرقة بالجسم. 3 رقيب أحمد مصطفى فهمي 29 سنة من دمنهور اشتباه كسر بالكتف الأيسر وشظايا متفرقة بالجسم. 4 ملازم أول أحمد هشام نجيب 25 سنة من محافظة الشرقية وعنده شظايا بالجسم. 5 مجند نادر عطية عبد الغني 22 سنة من بني سويف وعنده طنين بالأذن وشظايا بالجسم. 6 الرائد أحمد مرسي عنده 30 سنة من الشرقية وشظايا بالوجه دي إصابته. أما رقم 7 فهو العريف حامد محمد أحمد عنده 24 سنة من محافظة الغربية والشظايا متفرقة في جسمه دي إصابته. الرقيب عبد الله محمد حمودة هو رقم 9 عنده 28 سنة من الشرقية وعنده شظايا متفرقة بالجسم. ده رقم 8 عفوا 9. رقم 9 هو العقيد أحمد مدحت شاهين
48 سنة من القاهرة وعنده جرح قطعي باليد اليسرى العقيد، ودي أعلى رتبة 9 المصابين المصريين جراء القصف اللي اتكلمنا عنه مع حضراتكم امبارح وبنتابعه النهاردة. قدام الحوادث اللي من النوع ده احنا بالذات هنا في مكملين بنتكلم بحساسية شديدة جدا. ليه؟ علشان المزايدين علينا ومدعي الوطنية ما يلاقوش فرصة يصطادوا في المية العكرة، عشان احنا لا عايزين نورط الجيش في حرب ولا عايزين نسخن الدنيا ولا بنخطط لأي حاجة من الكلام ده، ولا بنخلط بين الخصومة السياسية اللي بيننا وبين نظام السيسي وبين القضايا المهمة اللي بتمس الأمن القومي المصري، يعني قضايا زي سد النهضة، سينا، حدودنا، وحاجة زي اللي حصلت امبارح دي. احنا بنحاول نتناسى خصومتنا السياسية، بنحاول دايما دايما نقف ورا بلدنا ورا اي حد هدفه حماية مصر، حماية الدم المصري والكرامة المصرية. لكن اللي بيفرط ملوش عندنا غير ان احنا نواجهه ونفضحه على رؤوس الاشهاد، حتى لو كان من معارضي نظام السيسي. خد بالك، لان البلد اغلى من اي حد، وسيادة مصر على ارضها اغلى من اي حد مين من كان. الحادثة اللي اتكلمنا عنها دي مش ممكن تكون بالخطأ، واللي يقول كده يبقى لا مؤاخذة عنده حاجة مش طبيعية في دماغه. انا ممكن افهم ان مصر تعديها ومش هترد عليها علشان مش عايزة تكبر الموضوع، ممكن، لكن تقبل انها يتقلك اصلها بالخطأ ويضحك علينا يبقى ده عبط، لان دي طريقة ساذجة انه يهينك. يهينك ازاي؟ في الوقت اللي انت بتعدي فيه الشاحنات يوم هو قاصف ناسك، الجنود بتوعك، جيشك، ويقول لك انا اهو انا المسيطر هنا، وبعدين يقول لك ايه، معلش سوري ده بالغلط. غلط ايه يا جدع؟ ده الكلام نفسه ما عجبش واحد زي مصطفى بكري، ده بيطالبك انك ترد عليهم ومش داخل دماغه موضوع انه بالغلط. دورينا كده مصطفى بيقول ايه. جيش الاحتلال الاسرائيلي يعرب عن اسفه لضرب موقع مصري بالخطأ، يا فرحتنا بالاعتذار، هذا امر يجب ان يرد عليه فورا، وان يقدم احتجاج رسمي وشكوى لمجلس الامن، لا يجب قبول الاعتذار، هذه وقاحة متعمدة واستفزاز وجر شكل. اعرف ان مصر لن تصمت، ولكن يجب ابلاغ الرأي العام بالموقف المصري، اما اعتذارهم فهو مرفوض مرفوض مرفوض. اسكت يا مصطفى، مش مصر قبلت؟ مش عارف شادد ظهره بمين، مش فاهم. طيب عموما ابراهيم عيسى المنبطح قال ان ده استفزاز وابتزاز للجهة المصرية، اهو ده كلام ابراهيم. ضبط النفس في مواجهة الاستفزاز والابتزاز مهمة الدولة المصرية الان، اخد بالك. هو قصده الرجل يقصد يا جماعة ان هذا استفزاز من الصهاينة، يعني هو مش قابل فكرة انه بالخطأ. شفت بقى ابراهيم يعني برغم سمكته ولكن هو مش بالي حتة انه بالخطأ. اي نعم احنا مش هنرد عليه، بس على الاقل نبقى عارفين انهم قصدين. مش هترد عليهم، مش هتاخد خطوة، بس ما تطلعش تقول الناس اصله بالخطأ يا جماعة ومعلش ويلموا الموضوع. تمام، ابتزاز دي اكيد قصده ان بيبتز النظام. طب هو بيبتزك يا عم النظام وبيغلي بيعلي عليك، طب انت هترد؟ عندك دم وكرامة؟ هتعمل حاجة؟ هتقول حاجة؟ لا ما اعتقدش. ليه ما اعتقدش؟ وليه بقول لابراهيم عيسى ما تقلقش؟ لان علاقات السيسي الحميمية باسرائيل ونتنياهو هتخليه يصبر ويستحمل ويقبل حاجات ابعد من كده واكتر من كده بكتير. يبقى حكاية انها بالخطأ مش مبلوعة من شلة تابعة للنظام نفسه، حتى لو بيوزع عليهم الادوار بالمناسبة. فده معناه ان هو عارف ان الشعب مش بلاح، فقالك انتوا قولوا ان هي مش مقبولة وانتوا قولوا انها مقبولة. ما هو ده التوزيع ادوار بيحصل. عمرو اديب مشارك في الموضوع على تويتر وعرضت عليكم امبارح، جابها علق على طول وقال الرسالة وصلت، ومصر مش هتوقف المعونات، ومصر مش هتسيب الفلسطينيين، وانتظر بقى الافعال المصرية اللي هتكون على طريق الخطأ برضو. تمام، وطلع بالليل في برنامجه قال كلام كويس، اتكلم عن ان الشعب المصري على قلب رجل واحد في التعامل مع الصهاينة،
وان اللي كام يوم اللي فاتوا دول رجعوا المصريين 50 سنة لورا في نظرتهم لإسرائيل. ده كلام عمرو أديب، واتكلم بلهجة أقل ما نقدر نوصفها بيها إنها لهجة جديدة. قال لهم إيه؟ قال يا جماعة ما تستفزوناش وما تخسروناش، مش من مصلحتكم إن أنتوا تخسرونا. وأكد تاني على فكرة إن الخطأ ممكن يترد عليه بخطأ. مش أنت أخطأت وقلت لي معلش؟ طيب أنا كمان ممكن ببساطة أخطأ وأقول لك معلش. خلينا نشوف عمرو قال ايه امبارح بالليل. ده كلام عمرو. بص، مصطفى بكري وابراهيم عيسى وعمرو اديب على اختلافنا معاهم، لكن قالوا كلام صح. صح مش مهم في حق انا، صح في حق الوطن وكرامته وسيادته. كلام بيعبر عن المصريين، مع تحفظي على ابراهيم عيسى يعني لانه منبطح، بس على الاقل انا قابل منه انه مش عايم على عمهم. وقال انها بالخطأ والخطأ وارد زي ما الاخرين يعني قالوا. هنسمع دلوقتي قالوا ايه. طيب قبل ما اسمعكم المنبطحين عايز اسألكم سؤال بسيط. الاعتداء على قواتنا على الحدود يا ترى متعمد ولا بالخطأ؟ انا بسأل وسمعكم بتردوا وبتقولوا انه متعمد، وسمعكم بتقولوا انه مفيش حاجة اسمها خطأ على الحدود، وده بيأكده كلام الضابط السابق في القوات المسلحة المصرية شريف عثمان اللي بيقول الكلام ده. شريف بيقول مفيش حاجة اسمها تعمر دبابة بالخطأ وتظبط إحداثيات بالخطأ وتوجه المدفع بالخطأ وتضرب نقطة حدودية بالخطأ. الخطأ انك تصدق الهطل ده. فيديو عن الدبابة مركافة 4 من الداخل وهي لطاقم من 4 أفراد، مفيش أخطاء إلا وجود السيسي العميل في الحكم. ده كلام ضابط سابق في القوات المسلحة المصرية. كلام واضح. أصل إيه اللي يوجه الدبابة ناحيتنا؟ ودي مش أول مرة بالمناسبة. ده أنت قصفت المعبر 4 مرات قبل كده. والبرج اللي اتضرب امبارح حسب دراسة كده أو تفصيلة يعني عاملاها مؤسسة سينا لحقوق الإنسان، البرج ده بعيد عن معبر رفح 2 كيلو و200 متر بالظبط. وبعيد عن معبر كرم ابو سالم 1.6 كيلو. يعني نقطة ان هو مش مقصود، لا ده كلام فاضي. ده مقصود والاحداثيات متحددة بدقة عالية وكلام مش عشوائي. تعال شوف معايا الصور دي عشان تعرف ايه اللي حصل بالظبط. طيب المربع الاصفر ده اللي حضرتك شايفه ده، المربع الاصفر ده معبر رفح، والمربع الاحمر اللي هناك ده اللي فوق ده معبر كرمة ابو سالم، والمربع الاخضر ده الصغير ده هو البرج رقم 3 اللي تم قصفه. يعني انت حابب توصل رسالة لمصر بمنتهى الوضوح وبتقول لهم ان انتوا وانتوا بتدخلوا المساعدات دي انا صاحب السيادة هنا واعمل اللي انا عايزه. واحنا ساكتين ما بنردش. تمام؟ ليه؟ لان هو مش عايز يبقى في دور مصري يضغط لادخال المساعدات، بقول لك ايه كفايه عليك كده. خارجيه المصريه بقى امبارح تقول انها هتستمر في توصيل المساعدات لغزه وان اي تصعيد هيتقابل بتصعيد. الكلام ده قالوه قبل القصف. فاتعمل ايه؟ اتقصفت الحدود، اتقصف نقطه برج المراقبه هنا، واحنا قابلنا للاسف. وتمام يا زميل، تمام يا زميل، خلاص معلش مش قصدي ولا يهمك يا باشا عدت. واخد بالك؟ يبقى ادي كرم ابو سالم وادي رفح وادي النقطه اللي تم قصفها من هنا. وقال لك بالخطا، يعني هو كان قاصد يضرب هنا بس جت الناحيه دي. صدقت؟ يعني هو اهي، فالمفروض انه يضرب كده، ما تفهمش هو بيقصف اصلا هنا ليه او بيقصف من هنا على غزه، فقامت جت هنا وبعدين قال لك معلش يا شقيقي انا مش قاصد، مش واخد بالي. عادي، متعودين ومتفقين ان في كلام بيتقال الاستهلاك المحلي وفي واقع مختلف تماما عن الكلام ده. يعني ان هم يقولوا اي تصعيد هيواجه بالتصعيد. انت سمعت الكلمة دي وقلت الله ايه يا سيسي الجمال ده، ايوه يا عم بقى وديها تك شوية قصفك، وانت قلت له تمام خلاص احنا 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 عرفنا ان انتوا بتتأسفوا مش هيحصل تاني واحنا تقبلنا اسفكم. طيب
تعال نروح لمؤسسة سينا لحقوق الإنسان اللي رصدت امبارح في فيديو موثق صورة لطيارة استطلاع إسرائيلية في نفس المكان وقت القصف. صورة خاصة مثبتة مع مقطع فيديو حصلت عليها مؤسسة سينا تظهر تحليق طيران استطلاع فوق قرية المهدية ومحيط معبر كرم أبو سالم بالقرب من موقع حادث سقوط قذيفة إسرائيلية على موقع عسكري مصري جنوب رفح. بتجري المؤسسة بمساعدة متخصصين تحليل الصورة لمعرفة طراز الطائرة، وكانت المؤسسة قد نقلت خبرا عن شهود عيان يفيد بتحليق مكثف لطيران استطلاع فوق قرى المهدية ومحيط نجع شيبانة جنوبي رفح مساء الأحد. تعال ورينا الصورة كده اللي عرضينها برضو، انهم عارضين صورة كمان. دي صورة طيارة الاستطلاع اللي كانت في المكان في وقت الحادث، في وقت القصف اللي حصل عندنا. تمام؟ طيب، يبقى الشواهد والعقل والمنطق والأحداث بتقول إن العدوان ده متعمد والمفروض ما انفرطش في حقنا، المفروض، ولا في دم ولادنا. الحمد لله ما فيش فيهم حد استشهد، لكن في إيد اتبطرت واللي كتفه اتكسر واللي عنده شظايا واللي المصابين دول ليهم حق، المفروض الدولة تاخده. ومصر اللي تم الاعتداء على سيادتها على أرضها دي ليها حق، المفروض برضو الدولة تاخد حقها. في مقابل الناس اللي أنا قلت لك إنهم بيرفضوا دول وإنهم شايفين إن ده ما ينفعش يعدي، في ناس تانية منبطحين اشتغلوا على نغمة واحدة وصل لهم من السامسونج، إعلام السامسونج. الصبيان بقى قالوا إيه؟ قالوا يا جماعة إن ده خطأ، والخطأ وارد، يعني خطأ وارد من طرفي وخطأ وارد من الطرف التاني. وإحنا بالمناسبة كان عندنا خطأ من فترة، وفي جندي دخل قتل 5-6 جوه، وأمين شرطة في اسكندرية قتل 2-3-4، وكلام يا جماعة وقح من نفوس منقوعة في وقاحة زي ما هتشوفوا معايا كده. وأنا قلت لحضرتك وارد جدا، وارد يحدث من عندك خطأ ما حصل قبل كده، وارد، وتعتذر زي ما هو اعتذر وهو بيعتذر، وارد. يعني المسألة زي بقولك على الحدود ما بين الدول بتحدث مثل هذه الأمور، ولكن لو سمحتوا، لو سمحتوا تخلي بالك من اللي شغالين دلوقتي شعلالة. لا، احنا عندنا صبر وعندنا حكمة، وكل إدارة الدولة وملفات الدولة، مصر بتشتغل في هذا الملف الصعب جدا وهو الأصعب منذ أكتوبر 73. أكتر حد شفته بيصبر هو الحمار، لأنه ما عندوش حيلة غير الصبر. إنما لو حاجة تانية، لو في مثلا، لو أنت في مكان فيه حيوانات كتير هتلاقي الحمار ساكت، ما لا يملك إلا الصبر. إنما الأسد ما بيصبرش عشان عنده حل تاني قوي، فبيستخدم قوته عشان يدافع عن نفسه. بقولك المثل ده ليه؟ لا، ده مثل كده ما تحطوش دماغك عدي. اللي سمعناه ده الثوري المناضل الأستاذ الثوري الكبير أحمد موسى. بس أنا عايز أقولك حاجة يا حمادة، حدش بيسخن ولا حد قالك حارب، بس في ناس بتقولك خلي عندك كرامة، خلي عندك كرامة، حافظ على كرامتك، محدش يمسها. عايزين نشوف السيسي الذكر اللي استخدم القوة الغاشمة قبل كده تجاه المصريين والمصريين وبس، مش ضد أي حد تاني، واللي قال لما كان بيحارب ما يسمى الإرهاب في سيناء وكان بيقصف بيوت الأهالي الغلابة في سيناء، قال لك أنا لو طلعت علينا نار إحنا نطلع قصادها 100 نار. الكلام ده كان بيتقال لإيه؟ للناس الغلابة المصريين اللي عايشين في سيناء. طب ما دلوقتي هو طلعت عليك النار، طلعت عليك نار من دبابة إسرائيلية، صح ولا مش صح؟ مرتين، مش مرة واحدة بالمناسبة. مرة لما الخارجية قالت لك في مصريين اتصابوا على المعبر، ومرة امبارح 9 من الجنود فيهم جنود وضباط. فين الرد؟ فين الرجولة؟ فين النخوة والشرف العسكري؟ فين الميت نار اللي هتطلع؟ ولا انت أسد علي وعلى الحدود دجاجة حتى مش نعامة؟ عموما رسالة السامسونج زي ما وصلت لأحمد موسى وصلت لنشأة الديهي. تعال نشوف نشأة بيه الديهي وهو بيقول نفس الكلام بس بأسلوبه الحصيف. ده اللي حصل، انه هما في حرب على الجانب الآخر على بعد أمطار، في شظية جت عندنا على برج المراقبة أصابت البعض، الناس طلعوا بتوع الاحتلال الإسرائيلي قالوا احنا هو مش هم، خد بالك هو مش قد الجيش المصري برضه، ما انت عارف، والجيش المصري مش
جيش تقيل، فيل بيتحرك، فيل بيتحرك. الفيل ده لو اتحرك محدش هيقدر عليه، فبالتالي هم بسرعة اعتذروا قالوا ده غلطة مش مقصودة. وبالمناسبة يعني برضو على الحدود بتحصل حاجات زي كده كتير، واحنا فاكرين قبل كده لما عندنا حد من عندنا يعني برضو عن طريق خطأ ولا ايه موت 7-8 من عندهم واحنا اعتذرنا، وزي حد في اسكندرية وما اعتذرناش. يعني ارجو بس الناس، يعني مش عايز ناس تنفخ في النار وتهيج الدنيا، لانه في ناس عايزة الجيش المصري يخش في حرب مع اسرائيل. في محاولة وتسخين لتهيج الرأي العام المصري، ومحاولة ارباك المشهد، ومحاولة جرجرة الجيش المصري في حرب. هو اول ما تلاقيهم بيقول لك اصل في محاولة وارباك ومش عارف ايه، فتعرف اللي قدامك ده يعني مش عايز اقول خاين، بس على الاقل مرتزق. ليه مرتزق؟ لانه بيساوي بين محمد صلاح الجندي المصري محمد صلاح اللي ادى واجبه على اكمل وجه وفقا للكلام المتحدث العسكري. مش المتحدث العسكري قال محمد صلاح كان بيطارد مهربي المخدرات وضحى بحياته وروحه عشان يحمي حدود بلده مصر. ينفع بقى اساوي بين محمد البطل الوطني الشهيد، اساوي بينه وبين اللي قصفوا ولادنا عن عمد بدون اي ذنب، وانا لسه بتكلم وفقا لبيان المتحدث العسكري. انتوا ما قلتوش ان محمد خد سلاحه ودخل جوه اسرائيل وقتل 4-5 من الاسرائيليين ولا واحنا اعتذرنا؟ ما قلتوش كده، انتوا قلتوا ان محمد كان بيطارد مهربي المخدرات، ولا انتوا نسيتوا؟ لا افتكروا كده، ده انتوا اللي طلعتوا بيان للمصريين. ده ايه كمان؟ ده مصر وقتها اعتذرت وتعهدت وكتبت وقالت ان ده مش هيتكرر ووطيته قدامهم، مع ان احنا المفروض وفقا لبياناتكم احنا مش غلطانين. ده محمد صلاح الدفن فاكرين دفنتوه ازاي؟ سكيتي، ده انتوا منعتوا العزاء وبهدلتوا الدنيا عشان الناس ما تروحش تعزي امه واهله، جايين تسووهم كمان بامين الشرطه اللي رفض وحذرهم في اسكندريه ان ما حدش يرفع علم اسرائيل هنا، فاكرين ده؟ قال لكم ما حدش يرفع العلم الاسرائيلي هنا على ارض مصريه في الوقت اللي انتوا بتقتلوا فيه اهل غزه وبتبيدوهم، فرفعوا العلم فدمه حمي وكرامته وشرفه وعروبته واسلامه ونخوته نقحوا عليه وحذروا مره واثنين وثلاثه وبعدين حصل اللي حصل. هل ينفع تساوي ده بده؟ على العموم طبعا انتوا عارفين ان امين الشرطه دلوقتي بيتحاكم ومحدش بيعرف عنه اي حاجه. انا مش فاهمكم، انتوا قصدكم توصلوا رساله ان كده اسرائيل خدت حقها ويعني طالعه واحده بواحده وخلاص؟ لو كده اطلعوا قولوها بصراحه، عرفوا المصريين موقفكم من غير مواربه، خليكم واضحين يا جماعه. انما اصل ايه اصل احنا عملناها قبل كده فهم بياخدوا حقهم واحده بواحده، لا انت كده لمؤاخذه عويل. لو انت بتتكلم بلسان حال الجدعان انت كده عويل. نروح على لميس الحديدي، رغم ان لميس بتتكلم بنبره اخف بصراحه، ورغم انها واخده موقف مختلف من اللي بيحصل في غزه، لكن برضو ما قدرتش تخرج عن النص اللي مبعوت لها من جهاز السامسونج بتاع المخابرات زي ما انتوا فاهمين. شوف معايا قالت ايه. بقول ليه قوي ولكن حكيم؟ قوي لانه الحقيقه ان احنا هذا جيش مسلح مدرب حامي للحدود بشكل ممتاز، لديه عقيده واضحه، مش جيش مرتزقه. قضيتنا مفهومه في هذه القصه، ولكن حكيم يعني مش اي خطا هنرد عليه. نرد عليه بايه بقى؟ لانه الاخطاء على الحدود وارده، وكان منذ عده ايام زي ما العميد سيادة العميد فكرنا، صحيح مش في وقت حرب بس كان في واحد مصري دخل وقت اللي هم 4-5 عادي جدا، واحنا برضو كنا بنعمل تحقيق، يعني احنا عملنا تحقيق وهم بيعملوا تحقيق عادي. تحصل الحاجات دي في الحدود طالما ان كل طرف عارف قيمه الطرف الاخر. سرعه الاعلان الاسرائيلي ان ذلك حدث بالخطا وسرعه اعلانهم ان هم بيقدموا للاسف وان هم هيعملوا تحقيق، ده معناه ان هو يريد ان يامن جانبك، هو مش عايزك تخش في المعركه دي، وشايفك بتضغط في المساعدات، بتضغط في وقف اطلاق النار، بتقول كلام جامد ضده، ويمكن ده ما كانش متوقعه في وقت علاقات كانت جيده في اوقات كتيره، لكن هو بيقول لك لا انا غلط، انا اسف، انا هعمل تحقيق، انا هاخد كلامه ده مصدق المره دي، وهقول أنا مستنية نتيجة هذا التحقيق وهناك تحقيق آخر مستقل للجانب المصري. قالت لك إيه؟ هتصدقوا هتقف وتستنى نتيجة التحقيق، وأنا بقول لك إنك هتستني نتيجة التحقيق ده، ونتيجة التحقيق اللي هيحصل كمان يومين أو بكرة أو بعده، لأنك هتبقي ملطشة مش مصدقة بيني وبينك الأحداث. ونشوف يا لميس،
نروح على الاخ محمود مسلم بتاع الوطن، حريص قوي على القضيه الفلسطينيه وبيحذرنا ان الصهاينه عايزين يشغلونا واحنا مش لازم نديهم فرصه. شوف اهو وريني هنا، وريني يا سيدي. محمود مسلم عن قصف اسرائيل موقعا مصريا بطريق الخطا، لا يجب ان يلهينا عما يحدث في فلسطين. طب وانت بتعمل ايه لفلسطين؟ انت لا قادر تساعد فلسطين ولا قادر تساعد نفسك، انت بتلاقي نفسك حجه وخلاص. مواقف مخزيه من ناس المفروض انهم يبقى عندهم ولو قدر قليل جدا من الكرامه والوطنيه. المفروض ياخدوا موقف ولو اعلامي ولو للاستهلاك المحلي. يا جماعه اتعلموا الحنجريه بتاعت الناصريين دي من مصطفى بكري على الاقل، علشان يبقى كلامكم في المواقف اللي زي دي ينفع يتلبس عليه هدوم بدل شكلكم اللي قدام العالم ده. عموما